السلام عليكم. الفيديو بتاع النهاردة هنعمل سمري للأوسيلاتوري موشن أو السيمبل هارمونيك موشن. النوع اللي احنا بندرسه ومهتمين به اللي هو السيمبل هارمونيك موشن. السمري بتاع النهاردة اللي بيميزه إن هو مش هيبقى مجرد سمري إن أنا أكتب القوانين النهائية وخلاص، لأ، الجزء ده علشان متوقع إن هو ما خدش مذاكرة كفاية، ما لحقناش نذاكره، ويمكن الفيديو ده ما يتفتحش غير ليلة الامتحان. فهو في شوية قوانين يهمني إن مش بس إن أنا أكتبها، لأ، أنا هستنتجها كلها من الأول، بحيث إن إحنا الناس اللي مقابلها مشكلة في إنها تحفظ القوانين تقدر تدرايف إت أو تستنتجها بسرعة وبسهولة. فميزة الملخص ده جنب إن هو هيبقى برضو ملخص سريع، وأحاول ألم كل حاجة، شغل ستوب ووتش بتاعي دلوقتي، وهبقى مغطية برضو كل جزء بكارت، هشيل الكارت وأبدأ أتكلم على كل جزء. اللي بيميزه إن زي ما بقول يعني حرفياً هجمع فيه كل الكلام، بحيث إنه لو حد لأول مرة بيسمع عن الأوسيلاتوري موشن أو السيمبل هارمونيك موشن يبقى عارف كل حاجة، كل حاجة مطلوبة from A to Z. أول جزء هنتكلم عليه اللي هو السبرينج ماس سيستم. السيستم ده بيتكون من إيه؟ بيتكون من سبرينج، يعني عندنا سوستة كده وليها سبرينج كونستانت، وساعات بنسمي السبرينج كونستانت ده ساعات بنسميه الفورس كونستانت. وطبعا الكلام ده كله هعمله في وان بيج، صفحة واحدة بس، وهسيبها تبقى داونلودابل بالنسبة لكم بحيث نذاكر منها. الفورس كونستانت ده اليونت بتاعته ايه؟ نيوتن بير متر. نيوتن بير متر. السبرينج ده ما اتاشد او لازق فيه كتلة اوبجكت معين، الماس بتاعته ام. Initially at equilibrium مفيش أي فورس مأثرة، بنعرف المكان ده بإن X بتاعته بتساوي صفر. X ده هو إيه؟ الـ displacement. فلو اتزحزح لليمين كده الـ X بتاعته بقت positive، يبقى X هتبقى positive هنا، ولو اتزحزح للشمال أو compressed هيبقى الـ X بتاعته negative. طيب لو تخيلت إن الـ object بتاعي جه هنا، يبقى هو حصل له displacement X، هو طبعًا هيبدأ يتحرك ويأوسيليت. نتيجة إيه؟ نتيجة إن أنا لما أعمل له release from rest، يعني هيبدأ من هنا بفيلوسيتي صفر يتحرك تحت تأثير الريستورينج فورس اللي موجودة في السبرينج ده. الريستورينج فورس دي عايزة ترجعه للإيكوليبريم، يبقى الريستورينج فورس دي عايزة ترجعه للإيكوليبريم. طب هي هتعتمد على إيه؟ هتعتمد على الديسبليسمنت، كل ما يتشد أكتر كل ما الريستورينج فورس هتكبر. وبالتالي هكتب الايكويشن بتاعتي ان الريستورينج فورس ماينس كي في الاكس. ليه حطيت النيجاتيف ساين دي؟ عشان لما اكس بوزيتيف كده الريستورينج فورس تو ذا رايت تو ذا ليفت قصدي يعني نيجاتيف، فيبقى في فرق ساين ما بين الاكس وما بين الريستورينج فورس، يبقى حطينا النيجاتيف. طب ايه الايكويشن اللي هنكتبها اللي بتحكم حركه الموشن؟ فورس بتساوي ماس في اكسلريشن، مفيش اي حاجه غريبه، فورس بتساوي ماس في اكسلريشن. طب الاكسلريشن هكتبها ازاي؟ اذا كانت الديسبليسمنت المسافه دي اكس، يبقى الفيلوسيتي دي اكس باي دي تي، يبقى الاكسلريشن دي سكوير اكس باي دي تي سكوير. طب تعالوا نرتب الايكويشن دي تاني، نكتبها بشكل كده ظريف، هنقول دي سكوير اكس باي دي تي سكوير. واضح ان اكس فيريز مع التايم، بيتغير مع التايم، ماينس كي على ام في الاكس. الايكويشن دي بنسميها ديفرنشال ايكويشن، معادله تفاضليه. الشيء اللي هنا ده بنسميه اوميجا سكوير. اوميجا سكوير ايه هي الاوميجا؟ الاوميجا هي الانجولر فريكوينسي اللي الاوبجكت ده هيتحرك بيها، الانجولر فريكوينسي. يبقى الاوميجا هتساوي ايه؟ هتساوي روت كي على ام. اليونت بتاعتها ايه؟ راديان بير سكند. راديان بير سكند، طبعا الكي هنا لازم يكون بالنيوتن على المتر، وخلي بالك من حته نيوتن دي، ساعات يبقى في جنبها كي، يعني كيلو نيوتن لازم اضربه في 1000، والام لازم تكون بالكيلو جرام، ساعات يدهني بالجرام، يبقى انا لازم اديفايد على 1000 عشان احولها لكيلو جرام. دي بالنسبه لي اساسيه ان انا حسبت الاوميجا صح. طب لو حسبت الاوميجا صح، انا عارف ان الاوميجا 2 باي على تي، تي ده هو البيريود، الزمن اللي هياخده الاوبجكت ده عشان يروح ويرجع ويفضل يؤسليت بالمنظر ده، يبقى تي اللي هي البيريود هتساوي 2 باي على اوميجا. هسيب ال 2 باي في حالها
وهقلب الأوميجا، يبقى الأوميجا هتبقى مقلوبة إم على تي. طبعاً التايم ده بالسكند، طب مقلوب التايم البريودك تايم أو الزمن ده اللي هو اسمه الفريكوانسي، الفريكوانسي هيبقى واحد على تي اللي هو بيبقى بالهيرتز. يبقى أنا كده لو لقيت المنظر ده قدامي اللي هو دي سكوير إكس باي دي تي سكوير سم فونكشن، حاجة معينة فونكشن اسمها إكس عمل لها ديريفيتيف مرتين، عملت لها تفاضل مرتين، لقيتها بتساوي نيجاتيف، والنيجاتيف دي بالنسبة لي مهمة جدا، لازم ألاقي فيه نيجاتيف، وفي حاجة هنا تبقى الحاجة دي أوميجا سكوير، ورجعت الفونكشن تاني إكس، الشكل ده بيقول لي إن الأوبجكت بيتحرك بسيمبل هارمونيك موشن. يبقى الإيكويشن دي إيكويشن تفاضلية differential إيكويشن ليها سوليوشن. يعني إيه ليها سوليوشن؟ يعني يا ترى الإكس هتبقى بتتغير إزاي with time. ومن هنا يجي دور السلايد الثانية أو الكارت الثاني، لو شيلنا الإكس نبدأ بقى نشوف شوية معادلات أكتر، يا ترى الإكس هيبقى شكلها إيه؟ هتلاحظ هنا إن أنا مقسمة الجدول بتاعي ده، عاملة جدول جميل قوي اللي هو عايز أبين فيه إيه؟ عند أي زمن، عند أي إنستنت أو في أي زمن تي عاملة معادلات، أقدر أجيب إكس أوف تي، أقدر أحدد الأوبجكت ده عند أي زمن الإكس بتاعته من الإكوليبريم، إحنا قلنا عند الإكوليبريم إكس بصفر. فإكس يا ترى هو متزحزح عن الإكوليبريم قد إيه؟ بوزيتيف أو نيجاتيف أو إيه؟ هيبقى شكلها الاي اللي هو الامبليتيود اقصى الماكسيمم ديسبليسمنت، هو ده الاي. كوزاين طبعا احنا ممكن تبقى كوزاين او ساين مش تفرق معانا، هي بيريودك فانكشن وخلاص. الاوميجا تعرفنا عليها خلاص، والفاي ده اسمه الفيز كونستانت، الفيز كونستانت يبقى الحاجه اللي جنب الاوميجا تي مش مضروبه في تايم، هو ده الفيز كونستانت. يبقى احنا كده جبنا اكس البوزيشن بتاع الاوبجكت عند اي زمن. طب مطلوب مني كمان اجيب الفيلوسيتي بتاعته، هجيب الفيلوسيتي اللي هي السرعه بتاعته. طب انا هجيب الفيلوسيتي ازاي؟ اعمل ديريفاتيف دي اكس باي دي تي. هنفتكر كده مع بعض ان انا لما بعمل ديريفاتيف للكوزين هتديني نيجاتيف ساين، وهلاحظ ان الكوزين ادتني اهو النيجاتيف وساين، وبعدين كمان بيطلع لي اللي جنب التي هيطلع بره الانجل، فيبقى الاوميجا ظهرت اهي، فيطلع لي نيجاتيف اوميجا اي ساين اوميجا تي. من هنا اقدر اقول يبقى الماكسيمم فيلوسيتي الساين اقصى حاجه ليها 1، يبقى الماكسيمم فيلوسيتي اوميجا اي، دي هكتبها هنا في الجنرال ايكويشن دي اللي هي تصلح في اي زمان وفي اي مكان. يبقى انا هنا عند اي زمن اقدر اجيب الفي فانكشن في التايم بالشكل ده، والفي ماكسيمم مش معتمده خالص على البوزيشن، في ماكسيمم دي بتساوي ايه؟ بتساوي اوميجا ايه، ادي الماجنتيود بتاعها. طب الاكسلريشن اللي هي العجله بتاعه الاوبجكت ده، اجيب اعمل السكند ديريفاتيف دي سكوير اكس باي دي تي سكوير. فنفتكر برضو طب وانا لو عملت ديريفاتيف للساين هتديني ايه؟ هتديني كوزاين، يبقى الساين هنا هتنزل لي كوزاين، والاوميجا هتطلع بره علشان برضو بيطلع اللي مضروب في التي اللي جوه الانجل بيطلع برضو اوميجا، يبقى عندنا اوميجا سكوير بقى. هنبص من هنا ونفكر بنفس الطريقه، طب هل انا عارف الاكسلريشن الماكسيمم؟ ما هو الكوزاين اقصى حاجه ليها 1، يبقى الماكسيمم اكسلريشن هيبقى اوميجا سكوير اي، هيبقى اوميجا سكوير اي. فاحنا كده جبنا الفيلوسيتي الماكسيمم والفيلوسيتي والاكسلريشن الماكسيمم، وعرفنا شكلهم how they vary with time، ازاي بيتغيروا مع الزمن. هقول لك لسه فاضل لي الحته دي في الجدول اللي هو بقى انا عند اي بوزيشن. هو انا لو انا عارف الاوبجكت موجود مثلا على بعد اكس بيساوي 2 سنتي، اقدر في ايكويشنز اعوض في الاكس اجيب شويه حاجات، ولا لازم ابقى عارف عند اي مكان؟ يا ترى ايه اللي بعرف احسبه؟ هتلاحظ ان الحاجات اللي بتعرف تحسبها اول حاجه هي البوتنشال انرجي. البوتنشال انرجي المعادله بتاعتها هاف كي اكس سكويرد، وخلينا فاكرين ان الكي دي كانت بتساوي الام في اوميجا سكوير، لان احنا قلنا الاوميجا هي روت كي على ام، فنقدر نبقى فاكرين دي برضو بالمره. يبقى الهاف كي اكس سكوير دي بنسميها البوتنشال انرجي، دي ما هياش الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي، دي ما هياش اللي جايه ديو تو جرافيتي، دي اسمها الالاستيك بوتنشال انرجي.
اللي جاي لي بسبب الإلاستيستي، اللي جاي لي بسبب إن أنا شديت السبرينج. ده أنا كده مقتنع ومفاهم إنه لما الإكس بتكبر البوتنشال إنرجي دي بتزيد، ولو الأوبجكت بتاعي هنا هو عند الإكويليبريم إكس بتاعته بصفر فما فيش إلاستيك بوتنشال إنرجي، الإلاستيك بوتنشال إنرجي بتاعته هتبقى بزيرو. طيب ايه اللي انا محتاجه ابقى عارفه تاني عند اي مكان؟ هقول لك بص على الايكويشن بتاعت الاكسلريشن دي، على الايكويشن بتاعت الاكسلريشن اي كوزاين اوميجا تي بلس فاي، ما هو كل ده هو الاكس اهو، هو ده نفسه الاكس، يبقى انا اقدر اشيل كل ده واحط مكانه، هكتب الايكويشن هنا قصادها بالظبط ان الاي بتساوي ماينس اوميجا سكوير اكس. من الايكويشن دي يو كان جيت الاكسلريشن عند اي بوزيشن at any x، تقدر تجيب الاكسلريشن عند اي مكان. يبقى فاضل لي ايكويشن واحده هنا اللي هي بقى طب هل اقدر اجيب الفيلوسيتي، اكتبها برضو قصاد دي عشان يبقى الفيلوسيتي مترتبه قصاد بعضها، هل اقدر اجيب الفيلوسيتي عند اي بوزيشن؟ هقول لك ايوه، بس انا محتاجه اقول حته كمان اللي هو التوتال انرجي. هي التوتال انرجي انا هكتبها في الجنرال لان التوتال انرجي بتاعت الاوبجكت ده وهو بيتحرك رايح جاي ثابته، قيمتها كونستانت، قيمتها كام؟ هاف كي الامبليتيود سكوير. التوتال انرجي معتمد على انا شديت الاوبجكت ده في الاول لمسافه والامبليتيود كام، ماكسيمم ديسبيسمنت. طول ما هو بيتحرك البوتنشال والكاينتيك بيتغيروا مع بعض، وبالتالي التوتال انرجي، الانرجي التوتال دي هقول هي بتساوي الكاينتيك انرجي بلس البوتنشال انرجي في اي مكان، تجمع ده زائد ده لازم يساوي constant conservation of energy، بحيث ان البوتنشال تزيد الكاينتيك تقل، الكاينتيك تزيد البوتنشال تقل and so on. يبقى التوتال انرجي هي السم بتاع الاثنين دول، وده قانون لازم ابقى حافظه مهم جدا. منه هحاول اجيب الاكسبريشن اللي انا محتاجه هنا اللي هو الفيلوسيتي. هقول ايه؟ هقول ان الكاينتيك انرجي دي، الكاينتيك انرجي اللي هي half m v squared عبارة عن التوتال انرجي half k square، بس شيل منها البوتنشال انرجي ماينس البوتنشال. طب البوتنشال انرجي كام؟ half k x square. طب ما احنا نقدر نشيل الهاف مع الهاف مع الهاف ونقسم على m، لو قسمنا على m هيطلع لنا k على m هنا وهيطلع لنا k على m هنا. طب ما هو k على m هي مين؟ ادي ال k وادي ال m، لما اقسم k على m يطلع لي اوميجا سكوير، فهلاحظ انه v squared، هكتب الايكويشن الموعوده اللي انا بحاول اوصل لها، انه v squared هيساوي اوميجا squared في الامبليتيود squared ماينس x squared. الايكويشن دي اهميتها طبعا دلوقتي ان انت عند any x عند اي displacement تقدر تجيب ال velocity، يبقى الايكويشن دي عند اي x تقدر تجيب ال velocity، get ال acceleration او ال velocity قصدي عند اي اكس، يبقى هنا عند اي مكان وهنا عند اي زمن. طيب ايه اللي انا محتاجه اعرفه تاني؟ تعالوا نبص على الكارت الجاي. هنقول ان احنا محتاجين نفهم شويه برضو عن الموشن دي اكتر علشان ما نبقاش حافظين شويه معادلات وخلاص. انا بحاول احفظ الناس الحاجات عن طريق الفهم، ان هو ممكن لو بيشوف الفيديو ده ليله الامتحان يقدر يبقى من غير ما يحفظ حاجة يقدر يستنتج كل حاجة. الأوبجكت ده لما أنا شديته كده فهو عند الماكسيمم ديسبيسمنت، الماكسيمم ديسبيسمنت يعني إكس بتساوي إيه؟ بيبقى الفورس ماكسيمم، الفورس ماكسيمم، وبيتحرك بفيلوسيتي بتساوي صفر، بيبدأ من ريست، يبدأ يحصل له سبيد أب، يبدأ الأكسلريشن تحركه وسرعته تزيد. لما يوصل عند الإكويليبريم يبقى وصل لأقصى سرعة ممكنة، لكنه عشان كده مش هيقف، بيكمل، ولما يبدأ يتحرك هنا تلاقي الفورس بقى عايزة ترجعه للإكويليبريم، فيبدأ يديسليريت ويبدأ يفقد سرعته، سرعته تقل، يجي هنا سرعته صفر، والفورس طبعا عليه عايزة ترجعه للإكويليبريم، يبقى الأكسلريشن والفورس ماكسيمم يبدأ يرجع، وهو معدي دايما عند الإكويليبريم معاه أقصى سرعة، وعند التيرنينج بوينتس اللي هم دول عند A وماينس A، دول هنسميهم التيرنينج بوينتس اللي هم عندهم بيقلب الحركة، عند التيرنينج بوينتس الفيلوسيتي بتساوي صفر.
وبالتالي احنا لو جينا نحسب ونتخيل ان هو بدأ من هنا هيمشي كام خطوة عشان يرجع تاني لنفس المكان ده، هتلاقيه مشي خطوة اتنين تلاتة اربعة، مشي اربع خطوات. احنا بنقول ان هو بياخد زمن تي كابيتال عشان يبدأ من صفر ويوصل لتي كابيتال، فهنلاقي انه يبقى في الحتة دي هيجي هنا امتى؟ عند تي على الاربعة. هيجي هنا امتى؟ عند تي على الاتنين. هيجي هنا امتى؟ عند تلاتة تي على الاربعة، ويبدأ يكرر البيريود بتاعته تاني. اللي انا عاملاه على جنب هنا عايزه افكركم بشويه حاجات بتبقى مطلوبه مننا ساعات. ان احنا قلنا الاكويليبريم ده اللي هو وصفه ايه؟ اكس بتساوي صفر. يا ترى ايه الحاجات اللي ممكن تبقى ماكسيمم وايه الحاجات اللي انا محتاجه ابقى عارفها؟ عند اكس بيساوي صفر اللي هي بدايه الموشن خلاص، او مش عند الاكويليبريم، الفورس والاكسلريشن والاثنين دول لازم يبقى في دماغي ان هما مرتبطين ببعض، لان الفورس هي اللي عامله الاكسلريشن، الفورس هي اللي عامله الاكسلريشن. فيبقى الفورس والاكسلريشن والبوتنشال انرجي اللي هم الثلاثه دول معتمدين على اكس، الثلاثه يبقوا بيساوي صفر لان اكس بيساوي صفر عند الاكوليبريم. طب وهيبقوا ماكسيمم فين؟ عند ايه ونيجاتيف ايه؟ انا هكتب الحاجات اللي ماكسيمم فوق، يبقى فورس واكسلريشن وبوتنشال انرجي ماكسيمم اهم فوق عند التورنينج بوينت. فورس واكسلريشن وبوتنشال انرجي ماكسيمم عند التورنينج بوينتس، وهم بصفر فين؟ بصفر عند الاكوليبريم. طب ايه الوضع بالنسبه للحاجتين التانيين اللي انا عارفهم عن الموشن دول؟ الفيلوسيتي بقى بتكون صفر عند التورنينج بوينت، الحاجات اللي زيروز بكتبها تحت، والكاينيتيك انرجي هتبقى بزيرو برضو عند التورنينج بوينتس يمين وشمال. وهي ماكسيمم فين؟ الفيلوسيتي والكاينيتيك انرجي ماكسيمم عند الاكوليبري، هو ده اللي بيكون الاوبجكت ماشي باقصى سرعه ليه عند الاكوليبريم. يبقى هتلاحظ ان الحكايه بتبدل مع بعضها، المكان اللي فيه بوتنشال كبير فيه كاينيتيك صفر، والمكان اللي فيه كاينيتيك كبير فيه بوتنشال صفر، اند سو اون. وبالتالي التوتال انرجي لو جيت احسبها عند المكان ده هلاقي ان التوتال انرجي هي جايه لي كلها بسبب البوتنشال، الهاف كي اي سكوير، ما هو ده دلوقتي بيساوي هاف كي اكس سكوير. يبقى البوتنشال انرجي هو نفسه التوتال انرجي، يبقى البوتنشال انرجي لما تبقى ماكسمايز تاخد اقصى قيمه ليها هتساوي التوتال انرجي. وهنا عند الاكوليبريم اللي بيحصل ايه؟ الكاينيتيك انرجي بتبقى ماكسيمم، وهي دي نفسها التوتال انرجي. ليه؟ لان البوتنشال انرجي بزيرو. يبقى انا ممكن ازود على السلايد اللي فاتت اشوف كده هي وهي نقدر نكتب عندها الكلمه دي برضو ولا لا. ايوه هنا اللي هي التوتال انرجي دي، ان هو ممكن يقولها لي باسمها ان دي التوتال انرجي اللي هي السم بتاع الكاينيتيك والبوتنشال، وممكن يقول لي برضو مثلا الماكسيمم، الماكسيمم كاينيتيك انرجي دي هي نفسها التوتال انرجي، او يقول لي الماكسيمم بوتنشال انرجي دي هي نفسها التوتال انرجي، لان التوتال انرجي اللي هي هاف كي اي سكوير دي بتكون هي الماكسيمم بوتنشال انرجي او هي الماكسيمم كاينيتيك انرجي. طيب ايه اللي باقي لنا دلوقتي؟ اللي باقي لنا انواع ثانيه من الموشن اللي ممكن توسليت بسيمبل هارمونيك موشن. زي ايه؟ زي السيمبل بيندولم. لما نيجي نبص على السيمبل بيندولم هقول لك انا هدفي زي ما قلت في السمري ده مش ان انا اعمل سمري وخلاص، لا، ان انا اديرايف ايفري ثينج، يعني انا عايزه الخص واكتب كل القوانين اللي ممكن تبقى مطلوبه مننا. فالجزء ده انا مطلوب مني ان انا اعرف الديريفيشن اللي هو انا عندي كوره بالمنظر ده كتلتها او الماس بتاعتها ام، ومشدوده متعلقه في حبل التنشن فيه اسمه تي، والويت بتاعها نازل اهو داون وورد اللي هو ام جي، ده نازل فيرتيكال لتحت. هعمل له ريزوليوشن هيطلع لي هنا ام جي كوزاين ثيتا، وهيطلع لي هنا الريستورنج فورس، هي دي اللي عايزه ترجع البول او ترجع الكوره لوضع الاكوليبريم. طبعا هنا هو الاكوليبريم، وستا لليمين بوزيتيف وستا الشمال هتبقى نيجاتيف. وبالتالي الفورمولا اللي هكتبها هكتب الاثبات بتاعي هيبدا بان الفورس بتساوي الماس في اكسلريشن، هو ده القانون اليتيم اللي عندي اللي انا هكتبه.
بس الفورس دي هستخدم ايه اللي هي ام جي ساين ثيتا اللي هي ريستورينج فورس هتساوي الماس في الاكسلريشن. الاكسلريشن هيبقى شكلها ايه؟ الظروف هنا بالنسبه لنا ان الاوبجكت ده بيتحرك على ارك، فالظروف صعبه شويه ان هو بيتحرك على جزء من سيركل، فلازم ابقى عارف طول الارك ده كام. لو حد درس اي حاجه زمان هيلاحظ انه لو الانجل دي بالراديان نقدر نحسب الطول اللينس ده اللي هو اس على ان هو ال ال في الثيتا. يبقى لما تكون الديسبيسمنت بتاعتي اس دي ال في ثيتا يبقى احنا هنا محتاجين عشان نجيب الاكسلريشن نعمل ايه؟ السكند ديريفيتيف. يبقى الاكسلريشن هيبقى شكلها اخد دي سكوير اس باي دي تي سكوير. هلاحظ ان ال ال كونستانت تفضل زي ما هي، طول الحبل ده مش هيعمل له ديريفيتيف، الديريفيتيف هيقع على الثيتا بس، فهيطلع لنا شكل عجيب شويه. هو ده هناخده نعوض بيه هنا مكان الاكسلريشن، هذا الشيء هيظهر لنا هنا دي سكوير باي دي تي سكوير. طب هعمل ايه بعد كده؟ في كمان نيجاتيف ساين. ليه النيجاتيف ساين دي بتظهر؟ لان الفورس عكس الثيتا، لما ثيتا تكون بوزيتيف انا عايز الفورس نيجاتيف لان هي توورد الايكوليبريم، والعكس لما ثيتا تبقى نيجاتيف انا عايز الفورس بوزيتيف، وبالتالي الخطوه اللي باقيه طب ما تشيل الام مع الام ونريح نفسنا. طب نعمل ايه بعد كده؟ نقول احنا عايزين نظبط شكل، عايزين نجيب الشكل اللي احنا عايزينه اللي هو ايه؟ يا ترى دي سكوير ثيتا باي دي تي سكوير. نحاول كده نقول بسم الله ونظبط شكل، نشوف هل هنوصل لشكل السيمبل هارمونيك موشن ولا لا. لو كتبت دي سكوير ثيتا باي دي تي سكوير في ناحيه والحاجات الثانيه في الناحيه الثانيه، يبقى انا كتبت دي هنا وهديفايد على ال ال، خلاص هيطلع لي ماينس جي على ال. النيجاتيف ظهرت اهي، بشر الخير يا جماعه، ماينس جي على ال. بس اللي هيتبقى لنا هنا ساين ثيتا. الله، يبقى كده الموضوع ما ظبطش معايا 100%. ليه؟ لان انا كنت اتمنى ان ما يظهرليش هنا ساين ثيتا، انا عايز اللي يظهر لي ثيتا. الثيتا هي اللي موجوده هنا وهي اللي انا عملت لها ديريفيتيف، يبقى انا عايز الثيتا هي برضو اللي تظهر الناحيه الثانيه، انا عايز اللي يظهر هنا ثيتا. هقول لك بسيطه خالص، تعال نشيل ساين ثيتا دي ونحط مكانها ثيتا. هنشيل ساين ثيتا وتقول لي وهحط مكانها ثيتا وخلاص، هتقول لي عادي كده، هقول لك ايوه الكلام ده هيبقى فاليد في فور سمول ثيتا. لو انا بتكلم على فيري سمول انجل فساين ثيتا هو نفسه ثيتا، خلاص يبقى مش هناخدها على قلبنا قوي، هنقول دي سكوير ثيتا باي دي تي سكوير هيساوي ماينس جي على ال ثيتا، وبكده يبقى الاوميجا سكوير هي بقى ده. خلاص الاوميجا سكوير بتاعت البيندولم هو الجي على ال ال، يبقى من هنا نقدر نعرف الاوميجا بتاعت البيندولم، الاوميجا بتاعت البيندولم روت جي على ال. يبقى عرفت ال البيريود لان الاوميجا هي 2 باي على تي، يبقى البيريود بتاعت البندولم هتبقى 2 باي، واقلب لي الاوميجا هتبقى ال على جي. كلام جميل، لازم اخلي بالي ان الجي طبعا هنا بعوض بمتر بير سكند سكوير، واللينس لازم متر بير سكند سكوير، واعوض عن اللينس بالمتر بحيث الاوميجا تطلع راديان بير سكند. طب بعد ما حسبت الكلام ده السوليوشن بتاع ثيتا، مع الثيتا دي دلوقتي طالعه هي الديفرنشال ايكويشن، محققه لي الشكل بتاع السيمبل هارمونيك موشن. جميل، يبقى السوليوشن بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى ثيتا اوف تي هتساوي ثيتا ماكسيمم اللي هي الماكسيمم انجل اللي انا هبقى شد عليها السبرينج ده البندولم ده سوري، وهتبدا هي توسليت تروح وترجع ما بين ثيتا ماكسيمم ونيجاتيف ثيتا ماكسيمم اند سو اون. يبقى احنا كده كنا عاملين الديريفيشن بتاع ده ات سيرتين تايم، ات سيرتين تايم. يبقى ثيتا ماكسيمم هنضربها في كوزاين اوميجا تي بلس فاي، اوميجا تي بلس فاي. يبقى ده شكل السوليوشن بتاع السيمبل بيندولم. طيب هل احنا خلصنا كده؟ لا، لسه معانا كارت اخير خالص. الكارت الاخير ده بيتكلم عن ايه؟ بيقول لك هو هل في ريليشن، هل في علاقه ما بين السيمبل هارمونيك موشن واليونيفورم سيركولر موشن؟ اليونيفورم سيركولر موشن اللي هو ان يكون عندي اوبجكت بيتحرك على دايره، فانا هتخيل ان انا عندي كوره مربوطه على دايره، والدايره دي بتلف باوميجا كونستانت يونيفورم يعني منتظمه،
circular motion. طب يا ترى البول دي لو انا سميتها P، عندي كورة وسميتها P وبدأت تلف، ايه اللي انا هشوفه؟ ايه علاقة ده بالسيمبل هارمونيك موشن؟ قال لك بص كده على، انا تخيل ان انا حاطط كشاف فوق اهو وعامل لايت، فهلاقي ان انا شايف الشادو بتاع البول دي، الظل بتاعها هسميه كيو. الظل ده لو انا لاحظته وبصيت عليه هتلاحظ ان هو عامل ازاي، بيتحرك ما بين A ونيجاتيف A. لو احنا فرضنا ان الزيرو في النص هنا بنفس المنظر، يبقى الكيو ده يبقى الشادو، الشادو هيحصل له شادو، يبقى الشادو موفز بشكل سيمبل هارمونيك موشن. والكلام ده انا المفروض ان انا اقوله بالبق كده وخلاص، ولا في اي نوع من انواع البروفس اقدر اعمل له بروف؟ فهنشوف كده ان اللي احنا ممكن نثبته في الموضوع ده. طيب انا جبت صوره هنا كده دلوقتي عشان اوريك ان احنا هنقدر نعمل بروف للكلام ده، مش مجرد هيبقى كلام كده وخلاص. ان احنا دلوقتي لما بصينا على البول وسمينا النقطه دي بي، وان هي انيشيالي في البدايه عامله انجل اسمها فاي، وفي نفس الوقت البول دي زي ما قلنا بتلف باوميجا، اوميجا ده هو الانجل افري سكند. يبقى لو بعد تايم تي لاحظت ان البول دي اتحركت كده انجل معينه وجت هنا، افتر تايم تي جت هنا اهوت، هتبقى مشيت انجل قد ايه زياده؟ هتبقى مشيت اوميجا اضربها في التي، اوميجا هي الانجل بير سكند اضربها في التي، يبقى الكوره دي النقطه دي اللي اسمها بي هتبقى عامله انجل هنا كبيره كده اللي احنا هنسميها ستا. ستا دي اقدر اكتبها ازاي؟ هتقول لي هي الفاي بلس زود عليها الاوميجا تي. هاجي اقول لك طيب احنا دلوقتي لو عايزين نستنتج حاجه مش بالنسبه للبي، احنا عايزين نبص على الكيو، فين هي الكيو؟ اهي نبص على الرسمه الناحيه دي، اه لا ده الكيو هي البروجكشن بتاع النقطه دي، او ادي الاسقاط او الشادو، النور جاي لي من هنا، ادي اللايت جاي من هنا. يبقى لو البول هنا ادي الكيو اللي انا بفكر فيها. الكيو دي عرفنا انها عامله انجل توتال ثيتا مع التايم، دي فانكشن في التايم، ثيتا فانكشن في التايم، هي عبارة عن فاي بلس أوميجا تي. يا ترى بتعمل displacement الإكس اللي الكيو موجود عليها، الإكس هتساوي إيه؟ هتقول لي نبص على التراينجل ده ونشوف كده، يمكن ربنا يكرمنا ونعرف نقول حاجة. هنلاحظ إن إحنا الإكس على الإي، الإكس على الإي هو ده المفروض الكوزاين بتاع ستا، يبقى الإكس لوحدها هتساوي إيه؟ الإكس هتساوي إيه كوزاين ستا. طب ما نيجي نعمل بقى سبستيوشن ونخلي الشكل بتاعنا جميل، هنقول دي اكس دي المفروض فانكشن في التايم، هي اكس فاريز ويز تايم، فاكتبها اكس اوف تي عشان افرح كده واقول ايه بيساوي الاي ده اللي هو مين؟ اللي هو الراديوس بتاع الدايره اللي الكوره بتتحرك عليها. طب كوزاين ثيتا اقدر اشيلها، ما بكتبهاش ثيتا كده وخلاص، ما انا عارف انها ات فاريز ويز تايم، هي كمان بتتغير مع التايم، يبقى هعوض عنها أوميجا تي بلس فاي. هتقول لي الله كده الدنيا جميلة كده الشكل، أنا مقتنع إنه ما دام الإكس خدت الشكل ده، طب ما هو ده اللي الشكل جاست لايك السيمبل هارمونيك موشن، يبقى الشادو، الشادو موفز جاست لايك السيمبل هارمونيك موشن. وبكده أقدر أقول لكم ثانك يو، وأتمنى إن الفيديو ده يكون مفيد بالنسبة لكم، ومتوقع إن محدش هيتفرج عليه غير للامتحان، وإن شاء الله نفتكر كل القوانين دي. وجود لك، السلام عليكم.